السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم تقنيات حول ماكينة القهوة المختصة. فهذه الحلقة إن شاء الله غادي نتطرق لواحد المشكل لغالبية أرباب المقاهي أو أصحاب المقاهي أو الناس اللي عندهم كافي متنقلة، يعني قهوة متنقلة، تيطيحوا في هذا المشكل بدون علم أنهم عندهم مشكل أو بعلم أنهم عندهم المشكل، ولكن الغالب الله ما قادرينش يصلحوه او ما قادر بحكم البعد ديال المركز التقني المختص، بحكم عدد ديال العوامل. وكذا الاخوان اللي هم مقبلين على فتح مشروع قهوة، يعني الحيطة والحذر من هذا المشكل هذا بحكم انهم عدم تجربة الى اخره. اذا اخواني اخواتي، غادي نمروا لعملية التطبيق المشكل باش يكون الفهم والشرح مبسط. قمت بتسخين ماكينة القهوة من نوع ثلاثة جروبات، وكذا تحضير قهوة مختصة كالتي تستعمل في المقاهي المختصة. انا حاولت نقرب التصوير باش تكون الفهم اقرب. وكذلك باش يكون الوضوح. الملاحظة هو أن كاين بعض الناس اللي غادي يقول لك راها قهوة مزيانة، وكاين بعض الناس اللي غادي يقول لك لا، القهوة ربما كاليتي القهوة تبدلت. كاين بعض الناس اللي غادي يقول لك لا، السخونية الماكينة القهوة ما مريقلاش. كاين بعض الناس اللي غادي يقول لك الماكينة فيها رواسب إلى آخره. اذا المشكل كاين، وكيف ما غادي نقوم بالتسجيل مره اخرى، وغادي تلاحظوا معايا ان البار ديال الماكينه ليس بالكافي، يعني بغير الكافي، ولا سيما اننا ما ننساوش انه راه الى يعني قمنا باستخدام هاتين راه غادي ما غيبقاش استخراج القهوة كيف ما شفنا. اذا اللي هو ملاحظ ان البار 5 بار، وهو بغير العادي، وهو بغير الشيء المعتاد، بحكم ان البريسا يعني قهوة بريسا اسم على مسمى، يعني هاد القهوة هادي كان الاستخراج كيتم الاستخراج ديالها عبر دفع بريسيون دو لا بومب. بريسا سي لو بريسيون دو لا بومب، فوالا. اذا من هنا كنعرفوا بان البومبا الدفع غير كافي، ولا سيما اننا الا قمنا باستعمال هاتين الجهتين، جروب لي دو جروب لي زوتر دو جروب، راه ما غيبقاش عندنا استخراج القهوة، ولا سيما انه خدا وقت باش انه يعطينا هاد القهوة. وبحكم انه لاموس ضعيفة، بحكم
انه خدات وقت باش تستخرج لينا هذه القهوه. اذا حنا هنا في هذه العمليه ان شاء الله غادي نقومو بالزياده في الدفع ديال البومبه. كيف ذلك؟ غادي نتركوا اليد كما هي عليه بداخلها قهوه، وغادي نشعلو وغادي نطلبوا نبركوا على الزر. وغادي نرخفوا هاد الفيس وغادي ندوروه لداخل، غندوروه هو كذلك غيتم الزيادة. شرب. إذا الآن قمنا بتعديل دفع البومبا من 5 إلى 10 بار، بحكم أننا كنتوفر على ماكينة ذات 3 اليدين، في حين أنه إذا كانت عندنا ماكينة أن جروب ممكن نكتفيو ب8 بار. غادي نكتفيو فقط ب8 بار، لكن ما دامت عندنا ماكينه من نوع 3 جروب فمن الواجب وضروري ومؤكد انه يكون الدفع اما في 9.5 او في 10 او في 10.5. غادي يقولوا بعض الاخوان علاش ما تكونش 12 13 14 15 بار. هذا الموضوع غادي نناقشوه ان شاء الله في حلقات مقبله، وانا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقات مقبله اننا غادي نناقش هذا الموضوع هذا، وغادي نشوف وغادي نفسر الاخطار الناتجه عن 15 بار او 13 بار او 12 بار مع مرور الوقت. الاخطار تتكون حقيقيه داخل الماكينه. اذا الاخوان الاخوات، كيف ما لاحظتوا ما كانش ديفو في الماكينه، ما كانش ديفو في القهوه المختصه، ما كانش ديفو في الرواسب. اذا كان عندنا الديفو، كان عندنا المشكل عندنا في الدفع. اذا اخواني اخواتي غادي نقوموا بتحضير قهوه اخرى على دفع 10 بار. من هنا نرى أن الدفع في 10 بار جميل جدا. اذا اللي بغيت نوصل الاخوان اخوات هو انه راه المشكل، الا كان عندك المشكل ديال الماكينه يعني ما بقاش كتدفع الماء مزيان، ما تسترح حتى شي حاجه في راسك، تشوف اول حاجه البار تزيد فيه، البار ديال البومبا انك تزيد فيه مزيان، بحكم انه خاصتك في 3 جروب او في 2 جروب، في 2 جروب او 3 جروب خاصتك 10 بار 8 بار في الان جروب، تاكد على هذا الشيء. وكاين اسباب اخرى
ان شاء الله تعالى راه غادي نشرحها في فيديوهات مقبله، اللي حتى هي كتنقص في الدفع، وغادي نعطي الشروحات حول هذه الاسباب، وغادي نعطي الحلول ديال الاسباب، في حين انك غادي تقوم بحل المشكل بنفسك وبطريقه سهله، بدون استدعاء تقني مختص، بدون استبدال الماكينه، بدون ايتها حاجه، غادي تقوم اصلاح ماكينتك بنفسك في المحل ديالك وبطريقه سهله سهله جدا. كنتمنى ان هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من الاخوان انهم يكونوا استفدوا من هذه الحلقه، وكنضرب لكم ان شاء الله موعد في الحلقات المقبله وفي شروحات جديده مهمه جدا جدا لاصحاب المقاهي، وكذا اصحاب المقاهي ولا سيما منهم الشباب اللي طامح انه يتعلم من هذه الحرفه ديال الماكينه، اصلاح وصيانه وبرمجه ماكينه القهوه المختصه. فغادي يكون ان شاء الله فيديوهات جد 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 مهمه في المستقبل ان شاء الله، وغادي نحطهم بشكل توضيحي، وغادي نخدموا على تطبيقي بشكل 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 تقني وسلس في الفهم ان شاء الله. وكذلك اللي كنطلب من الاخوان ان شاء الله انهم يقوموا بعملية البارتاج لهذا الفيديو باش تعم الفائدة وباش يستفد الجميع. وكذلك الله يجزيكم بالخير، الضغط على زر المشاركة والإعجاب باش إن شاء الله تعالى يوصلكم الجديد، وباش إن شاء الله تعالى تشجعونا حتى حنا العطاء أفضل إن شاء الله. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة إن شاء الله، موعدنا في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.